السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وتحياتي للجميع. كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله الكل يكون بخير وصحتكم تكون بخير. بهذا الفيديو راح نتكلم عن أكثر مهنة مطلوبة في ألمانيا. راح نتكلم عن سلبيات هذه المهنة، عن إيجابيات هذه المهنة، عن رواتب هذه المهنة، عن راتب متوسط الرواتب، عن شروط هذه المهنة. طبعا المهنة هي العمل في دار العجزة، دار المسنين في ألمانيا، وهذه المهنة ما بلغنا إذا قلنا بحاجة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص للعمل في هذه المهنة داخل ألمانيا. ليش؟ لسبب بسيط، سبب الشيخوخة، لأنه في كتير ناس راح يروحوا لسن التقاعد بالسنوات القادمة، بال5 سنوات القادمة. في آلاف من الناس، عشرات الآلاف من العاملين بهذه المهنة لسنوات طويلة راح يروحوا لسن التقاعد حسب تقرير من الحكومة. هذه المهنة كان فيها جدل بخصوص رواتب هذه المهنة في ألمانيا بعام 2021، ولكن بعام 2022 اتفقوا على زيادة بنسبة 2.7% على رواتب هذه المهنة، ليصل متوسط الراتب حاليا في ألمانيا الأشخاص الذين يعملون في دار المسنين هو 17 يورو في الساعة. 17 يورو في الساعة يعني عن رقم جيد جدا. في ناس تشتغل ب12 ب13 ب14، يعني انت عم تاخذ متوسط الرواتب حاليا هو 17 يورو، وفي مقاطعات ممكن توصل الى 23 يورو. حاليا بالمقاطعة اللي انا فيها بنورثهاين فيستفالن 21 يورو، يعني رقم ممتاز جدا. إذا بتساوي أسبولنونج راح تاخذ بالسنة الأولى 930 يورو بروتو، بالسنة الثانية 1100 يورو، بالسنة الثالثة 1200 يورو، والراتب النهائي ممكن يكون بين 2500 إلى 3000 يورو. راح نروح للشروط وبعدها لسلبيات هذه المهنة. شروط هذه المهنة بسيطة، بس بيطلبوا منك شهادة لغة أو ثانوية عامة إذا كنت خارج ألمانيا، أو إذا عندك شهادة مهنية كمان بتمشي الحال، ما في أي مشكلة. اللغة B5 B2 بتكفي يعني، أو C1 بتكون لسه أفضل وأفضل. فإذا هاي تقريبا حكينا بشكل مختصر عن إيجابيات وعن رواتب هذه المهنة. يعني إذا بدك راتب جيد في ألمانيا فبنصحك تروح لهذه المهنة. يعني بدك راتب جيد، بس بدك راتب جيد، مثلا في شخص بيقول لك انا بدي راتب يكون جيد، بدي عمله، بدي اشتغل براتب ممتاز، ما بيهمني ظروف العمل، التعب، اوقات العمل، مثلا بالنهار، بالليل، بالظهر، بالعصر، بالمغرب، ما بتهمني، بس انا بدي يكون مصاري هذه المهنه تكون مصاري محرزه، وبدي بس هدفي انه اجمع مصاري. رح نجي عن سلبيات هذه المهنة. سلبيات هذه المهنة طبعا فيها أول شيء التعب، لأنه أنت عم تهتم ب، هو اسمه دار العجز، يعني عم تهتم بشخص عاجز، يعني كأنه عم تهتم بطفل، بدك تغير تحته، بدك تنظفه، بدك تشوف أكله، بدك تسوي كنترول، يعني كأنك عم تعتني بطفل، عم تقعده، عم ترفعه، عم تجلسه، تحطه على التخت، فهذا كله تعب. كمان ممكن بيأثر على ظهرك بالمستقبل، لأنه أنت عم تشيل شخص، ممكن يكون هذا الشخص وزنه كتير، يعني ممكن يكون 50 60 70 80 90، يعني حسب أنت والشخص اللي موجود معك، يعني راح تحس بالتعب. الشيء الثاني مثل ما قلنا، يعني في أشخاص بيقرفوا مثلا، لا أنا ما فيني ساوي هاي المهنة، ومثلا عشان الريحة أو تغير تحته مدري شلون وهاي الأمور. فانت اذا بتقرف من هاي الامور فابتعد عن هاي المهنة، شوف لك مهنة تانية وساوي تدريب مهني بمهنة تانية بعمل اخر. ولكن هذه المهنة، هاي ظروف هذه المهنة، مشان هيك كان في جدل بخصوص جدل وانتقاد بخصوص رواتب هذه المهنة. ممكن ايضا بالنسبة لاوقات الدوام، في 3 مناوبات، 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات، ممكن تجي الصبح 8 الصبح للأربع، ممكن تجي 6 الصبح لتنتين بعد الظهر، ممكن تجي 4 العصر لإضافة 3 ساعات 4 8 ساعات
ل 12 بالليل، يعني المناوبات تختلف. انت راح تكون جاهز بكل الاوقات، الصبح، بالمساء، المغرب، حسب البرنامج والسيستم تبع كل دار للعجزه في اي المقاطعه. طبعا المقاطعات المكان بيختلف، نحن قلنا متوسط هو 17 شهر، ولكن في مقاطعات بيكون اكثر، بيوصل ل 20 يورو، 21، 22، 23، وفي مقاطعات ممكن تنزل ل 16 شهر او 15 شهر، ولكن كشكل عام راتب ممتاز. اذا بدك مصاري فبتجمع من خلالها مصاري، اما اذا بتقرف وبتقول تعب وهيك وما فيني، ف خلاص بتشوف مهنة تانية. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى المعلومات اللي ذكرناها تكون مفيدة للجميع، وبتمنى لكم مستقبل مشرق والصحة وعافية. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، لأنه دعمكم هو سر نجاح. نلقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.